يلا 1 2 3. مرحبا متابعينا في تيكا، رجعناكم بفيديو جديد وفي بلوك جديد. اليوم التحدي راح يكون عن ان ماما خبت لنا احرف بالغرفة بالصالون واحنا لازم ندور عليهم، ولما ندور بنحطهم هون وبنشوف مين نجمعهم اكثر باخذ هدية. اللي بجمع احرف اكثر هو اللي رح يقرأ الكلمة، أوكي؟ أوكي. ونشوف الكلمة المكونة من الأحرف شو رح تكون، شو رح تكون رح تأخذوها. إيه. يلا ريدي؟ ست. جو. ست. هاي واسع، أعطيني إياها، حطيها على الطاولة. يلا اللي بعدها. ست. برافو واسع. برافو واسع، برافو. ست. يلا اللي بعدها. كمان. اسمع اساعدكم، قربت وقربت وبعدت. الكلمة الأولى مكونة من 4 أحرف، أوكي؟ هلا لازم ضايلكم حرفين بعدكم بعد. سوار قربت. سوار قربت. لا مش هون. ماسة ما شاء الله. لا ضل حرف، ضل حرف. وين؟ سوار قربت. سوار قربت. يس. الكلمة مكونة 4 أحرف، ماسة جابت 3 أحرف، سوار حرف واحد. هلا مين اللي رح يقرأ الكلمة؟ أنا. وإذا ما عرفتيها رح نحول لها لماس لسوار، طيب؟ لا لا. لا. اسمع. هنحط لك الأحرف مخربطين. وانتي اتركبيهم، في عندك احرف ما تساعديها سوار، اوكي؟ عندك احرف اول الكلمة، نص الكلمة، اخر الكلمة. واذا قرأت اشي بتطلع لها بطلع لها اياها حقيقة. اوكي. ايوه كملي. هنا. شطورة، اقرأيها. لعبة. 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 هوان اللعبة، اعطيها اياها. رح تاخدي لعبة يا ماسة، نروح على المحل جنب بيتنا ونشتري لعبة. جاهزين للجولة الثانية؟ نعم. يلا اطلعوا برا. تعالوا. يلا ما سلقيت واحدة، سوار واحدة، يلا. لا. لا لا مش عندك. اسرع منك. سوار لقيتها. انا لقيت ثلاثة. يعني ما رح تقرأ. الكلمة مكونة من 5 أحرف. ماما لقيت ثلاثة. ما رح تقرأي، إذا ما عرفتي سوار رح تقرأ. عشان ثلاثة، إذا أنا أخذت ثلاثة بقرأ. يلا رتبي، إذا ما عرفتي سوار رح ترتبها. بعدين أنا أعرف. شوفي الأحرف أول كلمة، نص الكلمة، آخر الكلمة. أعطيني. هي ال. لا. ما تساعدي بنص. برافو عليكي. هاي حرف الان، اول كلمه ولا اخر الكلمه ولا نص الكلمه؟ طلع شكل الان. ان اخر الكلمه. اخر الكلمه. برافو ما شاء الله عليك يا ماسة. هاي اي. اي اي ام و ن. ليمون. يا ليمون. هاي الليمون. هلا تقول يا ريتني ما عرفتها. عصير طعمه. 1 2 go. لا توحدي. برافو سيارة هالمرة، ما حد لقيتي. وماسة واحدة. ضل آخر واحدة. مش هون مش هون. سيوار قربت. واحدة. مش مشكلة، خلاص فزتي مرتين ماسة. يلا سيوار حاطت لك كلمة صعبة كتير. أكيد هاي هيك. يلا سيوار رتبي الأحرف، أول الكلمة، نص الكلمة، آخر الكلمة. صعبة. ركزي ركزي. ما تستعجلي، ركزي. أنا عارف. صعب.
وين عندك؟ اشوف بقالة. بقالة، برافو. سؤال خربطت بين الالف والال. بقالة. هلا رح تروح على البقالة تشتري اشي بدك اياه، بس اشي واحد. يلا اخر جولة، جولة الرابعة. لا اخر جولة بدك كمان؟ حلو اللعبة. هالمرة حطيت لكم الوراق مكشوفة مش مخبية. 1 2 3 خلاص اخذ وحده. خمس احرف. كم لميتوا انتوا؟ 1 2 3 4 5 خلاص ذاتس ات. انا اخذت 3. لا هاي موصوله سوار، الواو موصوله. انتبهي. هذا اول حرف. لا وهذا لا وهذا ثاني حرف. برافو برافو. ولا برافو. طيب. برافو. فواكه. فكرتي هدية؟ هاي رح اكل تفاحة صفرة يمي. تحب التفاح سوار؟ شو اكتر فاكهة بتحبيها سوار؟ تفاح. لا في كمان اشي نسيتي. ستوبري. مانجو. برافو سوار، كتير بتحب المانجو والستروبري والتفاح. باينابل. شو كمان؟ بنانا. بطيخ. بطيخ مش بحب. يلا اخر اشي لقيت سوار واحدة. ما سلقيت. ما سلقيت. كم واحدة معك سوار؟ اثنين. مكون من اربع احرف وما ستنين. مين بده يقرأ؟ انا. طب يلا خلي اعمل حجرة ورقة مقص. يلا حجرة ورقة مقص. ماسا اقرأ الكلمة يا ماسا، رتبيها اشوف. زدت التحدي عشان ماسا بتحبط كتير التحدي. اول شو بعدها؟ واو ظ بعدين هاي. ايوه تا اخر الكلمة مربوطة. اقرأ يا ماسا. بوظة. برافو عليكي ما شاء الله، شطورات التنتين حبيباتي. هلا لازم اعطيكي ايس كريم. بوظه عندنا بوظه. اي ثينك في بالثلاجه. في ماسا اختاري لك لعبه. ماسا جابت ماسا ايس كريم. هلا سوار بدها تشتري اشي من البقاله. اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير وسبسكرايب. فتحت اللعبه بدي اغني لكم اغنيه. يلا سلام. But it's orange candy that you get it on and on. Twist it together, see somebody diamond castle in my mouth. And someday soon, we're gonna find it. Bravo! Ooh, my sister!